السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجايبه لكم فيديو جديد النهاردة ان شاء الله يعجبكم. وفيديو النهاردة هعمل فيه معاكم مربة الفراولة. طبعا كلنا بنحب مربة الفراولة جدا جدا، كبار وصغيرين، خاصة الاطفال. والسفرة بتاعتنا ما بتستغناش عنها ابدا في الفطار او في العشاء، وكمان بنعملها في سندوتشات كده للاطفال بياخدوها معاهم المدرسة. فهعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله هتبقى ناجحة جدا زي اللي بنشتريها من المحلات، وهتبقى احلى واحسن واوفر، وطبعا عاملاها بايدك فهتبقى مضمونة 100%. وشايفين شكلها عامل ازاي، ولا طعمها بقى تحفة، وكمان القوام بتاعها كريمي كده زي اللي بنشتريها من برا بالظبط. فقبل ما نشوف الفيديو وقبل ما نشوف هنعملها ازاي، لو اول مره تشوفوا القناه دي، قناه الحياه حلوه، اعملوا لها سبسكرايب وفعلوا الجرس للكل عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله، ولايك وكومنت عشان اعرف رايكم ايه في الفيديو. ويلا بينا نبدا. دي كل المكونات اللي هعمل بيها مربه الفراوله. معايا حوالي كيلو من الفراوله مقطعاها وغسلها كويس جدا جدا، وكوبايتين سكر وفانيلا وكمان ليمونة. بنجيب طاسة من التيفال او حلة تيفال عشان نسوي فيها الفراولة. فدلوقتي حطيت الفراولة وهضيف عليها كوبايتين السكر. كل كيلو فراولة بياخد كوبايتين سكر. بتبقى الكمية زي ما انت عايزة، عايزة تزودي الكمية، عايزة تنقصيها، فدي بتبقى حسب احتياجاتك انت. بس زي ما قلتلك كل كيلو فراولة بياخد كوبايتين سكر. ممكن كمان كوبايتين سكر لو انت مش عايزاها مسكرة قوي، فممكن بتقللي، يعني ممكن تحطي كوباية، كوباية ونص، زي ما انت عايزة. دلوقتي بقلب السكر مع الفراولة وهسيبه على البوتاجاز على نار هادية جدا جدا عشان يستوي مع بعضه. في ناس بتحب تحط السكر مع الفراولة وتسيبها كده ساعتين ثلاثة، او بتسيبها من بالليل وتيجي تاني يوم تروح تسويها، فعادي النتيجة واحدة. انا عملتها على طول زي ما شايفين كده، حطيت الفراولة مع السكر على نار هادية وهسيبهم لغاية ما يستووا. دلوقتي هي في مرحلة السوى، فبتعمل زي وش كده لونه فاتح شوية، فدايما نشيله كده بالمعلقة. كل ما يعمل الوش ده يعني نفضل جنبها كده شوية، لان الوش ده طبعا بيغير اللون بتاعتها وبيغير طعمها، فنفضل لازم نشيله. فانا بحاول ان انا اشيله كله. انا عاملاها قطع، في ناس بتحبها تبقى كلها كده كريمي، فممكن بتضربيها في الخلاط لما تبرد، يعني بعد ما تستوي وتبرد فبتضربيها في الخلاط بتبقى القوام بتاعها كريمي، بس احنا بنحبها تبقى فيها قطع كده نحس بطعمها. دلوقتي هي استوت وضفت عليها معلقة من الفانيلا، بتخلي الطعم بتاعها حلو وريحتها حلوة. ممكن بدل الفانيلا بتضيفي عليها مية ورد، بيبقى زي ما انت عايز. دلوقتي ضفت نص ليمونة وبعصرها عليها علشان القوام بتاعها يجمد كده شوية وتبقى زي اللي بنشتريها من برا بالظبط. انا لسه مهدية عليها برضو البوتاجاز على الاخر، وعصرت نص الليمونة التاني لان حسيتها لسه سايبة شوية. فكيلو الفراولة مع كوبايتين سكر وليمونة، وطبعا معلقة الفانيلا او مية الورد زي ما انت عايز. بقلبهم كده مع بعض. هي اصلا استوت بس شايفين القطعة لسه زي ما هي، بس هي طبعا مستوية جدا. عايز اقول لكم طعمها تحفة. انا سبتها كتير، يعني بسيبها حوالي، يعني دخلت في حوالي ساعة على البوتاجاز، بس البوتاجاز النار بتاعته هادية جدا. شايفين بيتعامل ازاي؟ لغاية القوام اللي انت تحبيه، يعني عايزة القوام بتاعها يبقى
سايب شوية، يبقى متجمد شوية. انا بحب القوام اللي بيبقى تحس ان هو ملزق كده، شايفين؟ وصلتها للمرحلة دي، زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، بس هي تحس ان هي غامقة كده شوية بس من الاضاءة، بس لما بنقرب عليها شايفين لونها عامل ازاي؟ احمر، وطعمها جامد جدا، مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي، احلى ما بنشتريها من المحلات. هحطها دلوقتي في بطرمان من الإزاز عشان أحفظها في التلاجة، والبطرمان ده طبعا مغسول كويس، كان بطرمان فراولة قبل كده ومعقماه. نسيت أقولكوا إن الليمون لما بنضيفه مش بس بيجمد القوام بتاعه، لا هو كمان يعتبر كمادة حافظة، عشان لو سبتيها في التلاجة فترة مثلا بيحفظها لك يعني. فبضيفها دلوقتي في البطرمان. شايفين قوامها عامل ازاي؟ زي الجاهزة بالظبط، واحلى واوفر وطعمها جامد جدا. بتقدري بقى تعمليها سندوتشات للمدرسة او للفطار الصبح، ولما تحبي تعملي اي نوع فاكهة تاني عادي يعني. لو مش عايزة تعملي فراولة ممكن تعملي اناناس، برتقان بالجزر، عاملين برتقان بالجزر قبل كده، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفوها. بتقدري كمان تعملي مربى التين، بتعملي مربى مشمش، مربى خوخ، مربى بلح، زي ما انت عايزة يعني. تقدري اي فاكهة موجودة عندك تقدري تعمليها مربى، هي نفس الطريقة بتاعت مربى الفراولة يعني. اي نوع فاكهة موجود عندك وعايزة تعمليه مربى فبتعمليه بنفس الطريقة دي بالظبط، والمقادير بقى والكمية زي ما انت عايزة. شايفين قوامها عامل ازاي؟ عملتها سندوتشات فحلوة قوي. وبس، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت عشان اعرف رأيكم ايه، واللي لسه ما اشتركش في القناة يعمل لها اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.